السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ستيف ريفيو ومحبي الخرجات. من هذا المنظر الجميل أحب أن أشارك معكم برودوي جديد توصلت به مؤخرا من شركة راف باور الأمريكية، فهو عبارة عن طاقة شمسية صغيرة للخرجات. إذا اكتشفوا جميع هذه الطاقة الشمسية الرائعة، فالطاقة ستحل مشكل كل من يعاني من نفاذ البطاريات أثناء الخرجات. فكما كان عارفوا أن بلداننا العربية غنية والحمد لله بطروات الشمس، إذا لما لا نستغل هذه الخيرات. فكما كان تشاهدوا أن هذه هي الطاقة على شكل محفظة صغيرة يعني خفيفة الوزن، وهذه أجهزة للتثبيت يعني يمكن لك أن تثبت على شجرة أو على محفظة إلى غير ذلك، وهذا دليل يشرح كيفية الاستعمال. إذا نكتشف هذه الطاقة. فكما كتشاهدوا أن الطاقة مكونة من 3 ألواح شمسية كتخرج حتى 15 واط، ومن هنا نقوم بالشحن. يعني لدينا مخرج اليو اس بي الأول 1 أمبير والثاني 2 أمبير، يعني مخرجين يمكن لك تشحن جهازين في نفس الوقت. اما بالنسبه للتيست فهذا جهاز الباور بانك من نفس الشركه، كما كتشاهدوا انه بدا في الشحن. لنجرب ايضا الهاتف، بدأ في الشحن. يعني طاقة جد رائعة يمكن لك أن تشحن بها أي حاجة عن طريق اليو اس بي. جربوا المصباح، فهذا مصباح ليلي إن شاء الله غندير عليه ريفيو، فهو مصباح رائع. إذا هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا النقر على زر لايك وسبسكرايب حتى يصلكم كل ما هو جديد، ومتابعتنا على صفحتنا فيسبوك تويتر انستغرام والباندوريست. إلى اللقاء.